طرأ سوالي جهة سوسماسة درعا يوم الخميس 12 من شتنبر مرفوقا برئيس المجلس الحضري لأكادير ومدير أكاديمية جهة سوسماسة درعا والوفد الرسمي الممثل للسلطات المحلية. طرأ افتتاح الموسم الجامعي 2013-2014، حيث قام الوفد بزيارة لأهم المنجزات بكلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر، كما تمت زيارة المدرجات الحديثة التي اعتمدت على مواصفات عالمية من حيث التصميم والتجهيز. زيارة اليوم تأتي في إطار أو في سياق ما ترتفع عن الخطاب الملكي السامي لعشرين رشد، يعني التعليم ومعضلة التعليم والإكراهات التي يعيشها التعليم. اليوم شيء جميل في أكادير أن السيد الوالي والوفد المرافق له من رؤساء الجامعات والمنتخبين ورؤساء المصالح والسيد مدير الأكاديمية والطلبة والأساتذة ورؤساء المؤسسات افتتحوا إن شئنا رسميا الجامعة كذلك، ليس فقط المدرسة الابتدائية والثانوية وهذا شيء محمود، بل كذلك الجامعة. الجامعة يجب أن يعاد لها الاعتبار في مجتمعها، وبالتالي فالجامعة يجب أن تكون في صلب اهتمامات انطلاق الاجتماعي بصفة عامة، وأعتبر أن هذه الزيارة تدخل في هذا السياق. وفي سياق متصل، فإن جامعة ابن زهر عرفت زيادة في طاقتها الاستيعابية بلغت 9130 مقعدا جديدا بخمس مدرجات و56 قاعة كلها جديدة وبمواصفات وتجهيزات حديثة. لدينا كذلك 8500 مقعد في ملحقة أكادير، وستفتح أبوابها كذلك بعد حوالي 20 يوما لكل ما يرتبط باللغات وبالوحدات الأفقية. لماذا؟ لأنه كان هناك اكتظاظ فظيع في هذه الجامعة، وكان علينا أن نرفع التحدي. إضافتنا اليوم هي خمس ما كان موجودا 1984-2013، أضفنا 9130 مقعد و رو أكثر من ربع ما أنجز وطنيا، بمعنى أن جامعة ابن زهر سائرة بدعم الوزارة وبدعم الشركاء من الجهة والشركاء الآخرين من أجل تجاوز المعضلة الأولى التي هي مقعد لكل طالب. بعد ذلك بالطبع ستأتي المعضلة الموازية التي هي البحث العلمي، ونحن بصدد إعداد بهو للبحث العلمي بكلية العلوم، وكذلك مركز للأعمال بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وتجهيز لجناح للبحث بكلية الآداب هو فضاء الإنسانيات، وجناح للبحث كذلك بكلية الحقوق. وكانت اللجنة البيداغوجية لمجلس الجامعة قد شددت على ضرورة الالتقاء بالشروط الضامنة للتدبير البيداغوجي الجيد والشفاف للجامعة، وبضرورة انطلاق الدروس الجامعية في وقت مبكر، مما حث بكلية العلوم مثلا إلى اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الدروس الأولى في 9 شتنبر الجاري. في إطار تشجيع أولى المبادرات التشاركية الحقيقية، إذ قرر الأساتذة في جامعة ابن زهر وفي كلية العلوم تحديدا أن يبدأ الموسم الجامعي يوم 9 شتنبر. هذه سابقة وطنية نعتز بها، وبالفعل انطلقت الدروس مع الطلبة ومع السادة الأساتذة والموظفين.